جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من القصيم، باعثتها مستمعة. تقول السائلة ها، تقول: أنا امرأة متزوجة منذ 40 سنة، وقد أنجبت ولله الحمد أبناء وبنات وهم صالحون ومستقيمون ولله الحمد، وقد أخرجني زوجي من البيت وعاهدني بالطلاق، وقد كان يهددني بالإخراج من قبل، ويعلم الله أني أتصبر لأجل إصلاح ذات البين، وقد سبق أن أخرجني من البيت ورجعت عليه بحجة ضم الأولاد لأنهم كانوا صغارا آنذاك، وهذه الحادثة كانت منذ 13 عاما، والآن قد كبروا وتزوجوا ولله الحمد. ومنذ أن تزوجني وأنا أساعده في المعيشة، وكان لا يكسو أبناءه وبناته، وقد كنت أنا أكسوهم وأعطيهم، وكان لا يعرفهم إلا في نصف المعيشة، وكان همه الدنيا وجمع الأموال، وكنت لا أطالبه في حقي من العطاء، وصابر على ما يفعل بي من مصائب لأجل بناتي، وصابر على ما يفعل بي من سب وشتم، وكان لا يعاملني معاملة حسنة، وكان لا يريدني أن أجلس معه ولا أتكلم معه، وقد أخرجني الآن ومعي بناتي. هذه مشكلتي، والسؤال: هل يقع طلاقه؟ وهل علي ذنب فيما فعله بي؟ وما رأيك في ذلك؟ وما رأيك في تقصيره علي في المعيشة؟ هل يكون آثما؟ وما رأيك في قوله إنني يهودية وغير ذلك من السب والشتم؟ أرجو منكم الدعاء لي يا شيخ، مع العلم أنه لا يترك الصلاة ومحافظ عليها مع الجماعة في كل وقت، ويصوم رمضان، وقد حج أكثر من مرة، ويقرأ القرآن الكريم. افتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا، وثبتنا وإياكم على الطريق المستقيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحالة التي ذكرتها السائلة يتكرر ورودها من كثير من النساء بسبب تعسف الأزواج أو كثير من الأزواج في حق النساء، وهذا أمر لا يجوز. الله جل وعلا أمر بالعشرة بالمعروف والإمساك بالمعروف أو الفراق بإحسان. وما ذكرته السائلة من الحالة السابقة مع زوجها وأنه يسيء في حقها ولكنها صبرت، فهي مأجورة على ذلك إن شاء الله. وأما في المستقبل وأنه طلقها وأخرجها، فالظاهر من السؤال أنه لا رغبة له فيها وأنه طلقها ولم يراجعها. فالسؤال: فالطلاق يقع بشروطه المعتبرة شرعا، وإذا كانت قد أنهت العدة فإنها بانت منه وانتهى ما بينهما من عقد الزواج. أما إن كانت العدة باقية والطلاق دون الثلاث، فله أن يراجعها وأن يحسن إليها. وعلى كل حال، فأنا لا أرى ما يستدعي أن هذه المرأة ترفع هذا السؤال، لأنها أمور قد مضت وانتهت، وانتهت بالطلاق، وأن زوجها لم يراجعها وليس له رغبة فيها، فعليها أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ييسر لها الزوج الصالح أو البقاء في بقية حياتها مع أولادها ومع أسرتها في خير وعافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح أخرجها مع بناتها، لعل لكم كلمة شيخ صالح. لا شك أن البنات نفقتهن على والدهن، ولو أخرجها وبناتها فإن نفقة البنات لا تسقط عنه، فهو يجب عليه الإنفاق عليه ولو كنا مع والدتهن. وإذا كانت عاجزة عن تربيتهن وعن صيانتهن، فإنه يجب عليه أن يضم البنات عنده وأن يحفظهن ويربيهن على الفضيلة والعفاف، وأن لا يهمل بناته ويتركهن خارج بيته معرضات للفتنة، معرضات للضياع.